نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. بابا.